لا تليفون ساهل، سي تري براتيك. اش كاين اولاد؟ راه هو اللي دخل الدورة الأولى. لا ما كايناش البلايك ديال عندك حق اسمك. ما كاينش. إيوا اللي طالع من العقبة عاطينو بريوريتي. لا مادام كلاكسون دير تايق في راسو. عاد شحال من عام ما دز من هنايا؟ إكس. وحيت ما جاتش على الطريق. أكثر من 15 عام. ما جاتش على الطريق. لا حيت ملي كنكون غادي للجهة ديال هذا فاس مكناس كدوز من الفوق كتكون يلاه ديماريتي دابا مع لوطوروت صافي ما بقيتش كاع كندوز من هنا مدينة العراش لاراتشي كانوا لي زيسبانيول هنا بزاف غنمشيو دابا لجوج المدن العراش وإفن الناس ديال الافني ملي كان كتشبه هاد البلاصه اللي غنمشيو لها هذيك الخصه اللي في الوسط باقا الخصه ولا كانت خصه شي كانت خصه باقا باقا مخليها زعما لولا الاصلاح ديالها فوتو كوبي الافني اذا لو ميم انجينيور يمكن اللي دار لا كونسيبسيون السبوع قدام الحمد لله ما سرقوهمش والله شي صحافي السبع وتسرقوا شي هذوك راه هما ديك الديكورات راهما اييه شي واحد محيد اييه هذاك اللي محيد قال لك من كانوا من كانوا كيحيد ديك شي حرام ما حرام اللي دخلنا هذوك التماثيل وكذا قال لك من كانوا كيحيدوه غير دابا على حساب اللي كيروج اللي كيروج كانوا كيحيدوه الدار كانت كتزعزع خافوا سحب لهم الجنون هو حيت صحيح بزاف وداك الشيء داك الشيء فيكسي مزيان راه حيدوا واحد وما قدروش يحيدوا له الاخر ايش هاد العقلية عمل فني دابا دابا علاش غادي يحيدوه؟ بحال هذاك ديال طنجة عاود داك سميتو داك اش كيسميوه؟ ديك علي باي علي باي مسيو علي باي هادي هاد النخ هاد الشجر ما حيدوهمش ولكن المعالم الحديقة المعالم الحديقة حيدوهم بدلوهم شتي هاد البناية شتي فوتو كوبي سيدي افني هاكا هاد لا لا مزيونة هاد الساحة هادي حافظوا لها شوية على الأصالة واخا هكاك هاد العمدان ما حيدوهمش مع لو شوا عاود ديال الزرق والبيض تبغي ندخلوا للمدينة القديمة؟ لا زعما شي جهة ديال لاكوط حسن أنا ما هادي مدينة قديمة دخلت لها أنا هاد الرحلة دايرة عليك ماشي زعما قلت لي انا كان عندي قلت كنهودوا للقصار و... لا لا شوف فين تباركي نتمشاو شويه على واش لينا شي مواضع مضلل فهذا خليت قلت لك خليت لاكارت كارت الكيشي خليتها في الطوموبيل مع كنت تيريت في طنجه ملي وصلنا لهذا جديده درتها في هذا بورت لونات اللي دايرينو الفوق الشمس ملي رجعت لقيت لقيت لاكارت الكيشي كامله تلوات بالشمس وليت اون بان اوريزمون كنت خرجت معايا شويه ديال الفلوس زايد هابلي صح لا الكراج هذيك دخل هاد الكراج غنساروا شويه الطوموبيل عاد نحطوها شي بلاصه هادو البنايات القدامي ديال العرايش هادو البنايات القدامي دابا حنا نمشيو لسوق الحوت ونوصلوا حتى للسبيطار ونرجعوا نحطوا الطوموبيل عاد انا حدي هذا المقابر كاين مقابر لهاد الجهه كاين مبرعين مع راس مع راسهم يصوت فيهم الهواء الطلق نهار خدمت في العريش كنا هنا حدا مقابلين البلاصه ديال الحوت لا هنايا واحد المره جينا هنايا شرينا الحوت عطينا لهذوك اللي كيشويو ويقليو لا هنا عند هذا كلينا عند هذا وكلينا عند واحد السوق الداخل اللي كنا ساكنين في الدار هذه كتسرا هي راه عندها ديك الزروقيه راه الباب الاخراني ما كانت شي كتسد لا ليلة نهار صح كنا ساكنين خمس اساسيده غير عزاره وكيدخلوا عندنا غير المحتاجين
المحتاجين والمعوزين. الساعة مساحة. وسكننا عاوتاني سكننا هنا واحد العمارة هنا. أنا شوية شنقية على الجهة الأخرى فين كنا الصباح. الحمد لله ما مزيان. كنا سكنين في هاد العمارة هذي سكننا. طلعوا على الشارع. هذا أوتيل. هذا الباب الأولاني. هذا الشارع قديم. بين من البنايات ديال اليمن الشمال كاين العمارات. صافي دخلوا لي بروجي هنا. ايوا هادشي كله ما كانش. هذا عمارات جداد. كلشي جديد. هذه المحطة. محطة العريش. حزب الاستقلال. باقا محطة. هاي الباب ديال هذه محطة توكسية. هذه المحطة يمكن غيروها وكان ما بقاتش إلا صافي سدوها مع فين. داروها في الطريق الرئيسية. في طريق الرباط. في طريق الرباط. ما بين القصر. محطة مزيونة. بحال غادي للقصر. بحال غادي للقصر في الخرجة. حدا مرجان. محطة مودرن. حدا مرجان. لا. غير في ديك ملي كتبقى في ديك الطلعة. أكوش. عرفت. عندك تما شنو آخر شي حاجة أخرى. هذيك الطلعة اللي الطونوبيلة كلاكسونات علينا فيها. أي دونت ثينك سو. هذيك البلاصة اللي قلنا زلجوها مشيت تما. ديك الطلعة. لا شتي الطريق الرئيسية ديال طريق الرباط اللي كدي وتجيب. كتبقى غادي معاها طالع المهم هي كتبقى هي حنا كنكونوا طالعين عليها اللي ما تلقاها أكوش. تما هذوك هي وكنظن ما عرفت تما واش شي متحف ولا شي حاجة د الفنون وقيلا. واخا زاد شوية حلويات. ايوا عندنا شوية النظافة هنايا. هنا كانت واحد الغابة كبيرة وحدا كلامها. لا مش عاد. من هنايا. هذا مستشفى. توسع الأمراض. هذا مستشفى لالا مريم. ما كاين شي واحد هنا ديال الرهيبات ولا كانوا فيه. جينا شي مرة مع واحد الرهيبة إسبانية. عرفت شي. هما في السبيطار كيكونوا كيخدموا مرة. باقي كنا غير دو باساج بغينا نسولو على واحد الرهيبه. كنت قلت لك واحد الرهيبه كانت سميتو طوعت عطات الران ديالها كلوه ديالها عطاتها لواحد السيد كان لقاوه مغربي. واحد السيد لقاوه طايح في الطريق جلابه وهذا كان ديك الساعه لوبيتال اسبانيول طونج كان باقي مستشفى الاميره. لا ماشي هنايا. لا ملي جابوه المهم كان واحد الطبيب يهودي كان خدام تما نيت في لوبيتال ولي زاناليز وكذا وداروا له السيروم وهذا استرجع الوعي ديالو شويه وهذا عرفوه دوك الجباله ديال لي زالونتور ديال بقيتش عاقل جبل الحبيب ولا ما نعرف لي زاناليز دو سون هذا قالو الطبيب قالو كلاوي عندك جوج صافي يعني كان في داك خصو دياليز دورجونس. إذا كنا غادي هكا. دابا دور في حالك. غنخرجوا دابا الهوامش ديال العريش. لا ما عندنا نديرو بها. هادشي كامل. علاش اودي غتوقف توقف علاش علاش ما انت عطيه الضو والو علاش عمرتي ما كاينش العتيق قلت لك والاقتراح الثاني هو انه خصو كريف خصو شي زرع ديال هذيك الرهيبه كانت تما مع الطبيب قالت له سميتو الجروب سانغان هذا عنده في حاله ما عرفت واش كان او بلوس ولا او المهم كان او
قال له واش متاكده؟ قالت له هي ما زادش معاها لان هي مطوعه. دخلوها اللابوراتوار تما، المهم دارت لي زاناليز وهذا، وسبحان الله العظيم هي ناعسه هنايا، هو مشرح هنايا، زول ركب سولوشن. عدو شي كان جور ولا تما خرج واقف على رجله، وهي خرجه هي بقات عاديه، بقى لدابا عايشه لدابا والله العظيم. ودرت واحد الخير اللي تتبقى هي تبقى. وهذيك ملي جينا هنا، لان دازت سنين والمعلومات اللي كانت عندنا راه هنا في العريش، وجينا كنقلبوا وسولنا، قال لك لا راه سميتو هما تابعين لك شي الفاتيكان، صيفطوها للامريكا اللاتينيه. شي ميسيون هيومانيتير، ما سولو لا على غيجي يفقيه من بعد، تيقدر يقول له هذيك الكلوه مكافره حرام، واعطيه انت اللي حلال. لا هو يلا انت هي كتحلل وتحرم. وهذيك السيده عمرها ما تنسالي والله العظيم، والله الا الوجه ديالها هكا كينور وكبير برا شويش في السن، يعني فات ديك الساعه كانت فايته الستينات، الحناك عندها مترسين دوك العريقات هكا، من كيكون الواحد داز ساعه كتلقاه. التغذيه عندها تاثير مباشر على الصحه ديالنا. وكانت عطاتني واحد الكتاب على اخو، على مسمي اخو هكا، الثومه مصوره فيه في الغلاف ديالو، مصوره ثومه، راس ثومه كبير واخو. اخو هي ثومه. وانا كنت ديك الساعه الاسبانيه ما كنتش كنقرا، يلا كنبريكولي فيها ماشي بحال دابا. دابا يمكن لك تصور لاباج تيفطها لجوجل ترانسليت ويترجمها لك. كنا نكون نفس السبته بقينا نقراو شي ورقه، جاتني قلت وقيلا نصيفط للصحافي اللي ترجم لنا، وهاك بدينا غا كان هذا وشي كلمات كيشبهوا الفرونسي، بقينا كنديتكتيو حتى فهمنا كروسو مودو شنو. هي دابا مع ما كاينش الترجمه الالكترونيه، ما عندناش كان شي كونيكسيون. الكونيكسيون ما كاينش مع دخول نهار واحد تعمل. المهم اللي عقل شويه ان تستعملات من طرف الثومه كأنتيبيوتيك من طرف ليروس الجيش في هدف، كان كيستعملها، ما كاينش ديك الساعه الادويه، كتبقى غير تعمل اللي صدقت هي هذيك، صدقت لهم الثومه أنتيبيوتيك. اي باقا دابا كيقول لك انتوما راه كتزول كتصحى. الا دخلتيها للدراسه راه غتجبر فيها، تجبر فيها. يمكن شي حاجه عاطيها للطبيعه غير هكاك، ديك العبثيه راه ما كايناش، كل حاجه صالحه لشي حاجه. هي الثومه شي شحال ريزيستات، دونك عندها حتى هي المكونات ديالها اللي غيخليوها تريزيست. اوب لا باغيط، هادي الباغيط هادي اللي جبرنا شي دابا فين ما لقيتي وقف.